انا دريت من الناس انه تجوز، على الاقل خليني افرح بيوم ارسو انا هون بطريقتي. ولا منذر منذر بس ما في ضوء احمر بيضوا جوا بالشاشه؟ لا هاي ما فيش فيها ضوء احمر. شلون بدي اعرف؟ تكتب ريكورد ار اي. شو بدك تحكي لخالد مثلا؟ اه يا واغد يا خالد زعلان كثير عليك. ليه؟ انا دريت من الناس انه تجوز، على الاقل خليني افرح بيوم ارسو انا هون بطريقتي. ولا منذر؟ منذر الواغد تحيات قلبيه له لطارق وام طارق. شو اخبارهم؟ خلينا نشوفهم من خلال الصور فوتوغراف، من خلال رسائل. غسان الف سلام، مبروك بالنسبه لسمير. شو كمان؟ واحمد الحسن، باقي الشباب، جمال، عبد الحكيم، اسماعيل. شو نقول له؟ هذول الشباب الاخرين لهم سلامات خاصه. اسماعيل قبولات، اللي حكينا انا وياه صار بحذافيره، امور كثير ممتازه. مثل ما وصيتني يا اسماعيل صار. بتشكرك ببعض النواحي. بتشكر وقفته ايام كثير لجنبي. شو اخباره واخبار سياراته؟ مع جولف هلا. وباقي الشباب اخن كلهم سلام. واحد واحد، يعني ما بدي اذكر اسماء مشان ما يغيب عني اسم واحد ويزعل الثاني. صار زعل. فللكل تحيات قلبية. هي اخر لوحاتها؟ اشتغل فيها. شعل نار. ورجيهم سياقك. هاي انا بدي اخذها هلا اللقطة، بدي اخذ لقطة شاملة. الو؟ ايوه؟ اهلا. لا والله لحظة لحظة، مين بدي له؟ لحظة.